الجمال والحسن في لغة العرب والأمثال والأشعار والحكم. يقول الله تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ويقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول الإمام علي رضي الله عنه: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ويقول المتنبي: وما الحسن في وجه الفتى شرف له، إذ لم يكن في فعله والخلائق. ويقول بعضهم: فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مسكول الحديد يماني. ويقول إلي أبو ماضي: أيها الشاكي، وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. ويقول عمر بن أبي ربيعة: وأرى جمالك فوق كل جميلة، وجمال وجهك يخطف الأبصار. ويقول الحسن بن محمد: حسن الصورة جمال ظاهر، وحسن العقل جمال باطن. وفي الأمثال التركية يقولون: ينبغي تمجيد الخالق لدى رؤية الجمال. ويقول بعضهم: قد يفتقر الجمال إلى الفضيلة، أما الفضيلة فلا تفتقر إلى الجمال أبدا. ويقول غبريال مورييه: الجمال بلا طيبة لا يساوي شيئا. ويقول تولستوي: نفس جميلة في جسد جميل هو المثل الأعلى للجمال. ويقول بيرون: الجمال بلا فضيلة كالزهرة بلا أريج. ويقول بوشكين: جمال بلا حياء وردة بلا عطر. وفي الأمثال العربية يقولون: حسن في كل عين ما تود. ويقولون في الأمثال الألمانية: رب وجه حسن أخفى نفسا خبيثة. وختاما يقولون في الحكم العربية: أحسن الحسن حسن الأدب.